الحمد لله، الحمد لله مظهر الآيات للناظرين عبرا، ومنزل المثلات في الغابرين جزاء وفكرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شك ولا ريب ولا مرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعلى الله له قدرا ونشر له حمدًا وذكرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فإن الله بجليل قدرته وجميل حكمته قد أحكم ما صنع، وأتقن ما خلق، وأبدع ما أوجد. وإن من آياته الباهرات ومخلوقاته المعجبات الشمس، آية النهار المبصرة، آية النهار المبصرة، ومصدر الضياء، ومكمن الدفء. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال تعالى: وهو الذي جعل الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. جعلها خالقها سبحانه في حركة سير دائبة دائمة وعمل دقيق منتظم. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. امتن سبحانه فسخرها لخلقه، وأودع فيها من الفوائد والمنافع ما أودع. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الشمس عباد الله مسبحة لله، ساجدة له. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول سبحانه: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد كانت الشمس برهانًا للخليل إبراهيم عليه السلام في مناظرته، ومعقدًا له في مفاصلته. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتِ بها من المغرب، فبُهِت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغةً قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا،
وما أنا من المشركين. أيها المؤمنون، لئن كان الله سبحانه قد أضاء بقدرته الشمس وكشفها فقد طمس بحكمته نورها وكسفها تخويفا لعباده وإنذارا وزجرا لهم وإعذارا. لقد كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في يوم شديد الحر من أيام السنة العاشرة للهجرة، فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه حتى دخل المسجد فصلى ركعتين حتى انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخرجه البخاري ومسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم من الكريم سبحانه إمهاله، ولا يحملكم على الصدود إفضاله. لا يغرنكم من الكريم سبحانه إمهاله، ولا يحملكم على الصدود إفضاله. اجتنبوا المعاصي والزلل، وأصلحوا ما في النفوس من الخلل، وارتدوا من الطاعات أجمل الحلل، فسهام المنايا تخرم حبل الأمل، وما للعمر إن فات من رد أو بدل. من لم يندم اليوم لم ينفعه في غد، ندم، وستطول حسرته وتزل منه القدم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.